السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. رجعنا ان شاء الله اليوم فيديو جديد. اليوم غادي نديروا واحد تشالنج اونصومبل انا والبنات. غادي نمشيو لماكدو. هاد تشالنج عارفه تعطلت باش نديرو، ولكن يلاه جات الفرصه. نمشيو ان شاء الله لماكدو وغادي نديروا داك التشالنج ديال السياره اللي قدامي هي اللي تختار شنو غادي ناكل. وعتي انا في المود ديال الجوع دابا، لحقاش باقا بلا فطور، خارجه بلا فطور، ودابا ودابا شي جوج ديال النهار ولا داكشي. هذا ان شاء الله غيكون عباره عن فلوك، وفي نفس الوقت غادي نديروا فيه هذا التشالنج. صافي حنا في طريقنا لماكدو ان شاء الله، ما عرفتش شنو غادي يخرج ليا، وغادي ندير هذا التحدي انا وهناء حتى هي. غادي تشوفوا الا بغيتوا تفرجوا في الفيديو ديالها شنو طلع ليها هي في المنيو. غنخلي لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف. يلا خليكم معنا. احنا غادي نمشيو ان شاء الله باش غادي نشوفو شنو غادي ناخد انا ولا شنو غادي يخرج ليا في الموني. من هذا قال لك طريق بالاسفل. المهم غادي نشوفو ان شاء الله شنو غيخرج ليا في الموني. عرفتي داكشي اللي خرج ليها هي وانا غادي تموتوا بالضحك. عرفتي داكشي اللي خرج ليها مسطيب بزاف. المهم هاي الطوموبيله كاينه قدامنا، ما عرفت الصراحه شنو غادي شنو غادي ياخذ. الله يا ربي المعده كترعد فيها الجوع. سمعي طلعي الصرج ما سمعيش. الا بغيتوا تشوفوا هنا شنو خرج لها في التشالنج، دخلوا الفيديو ديالها في صندوق الوصف. المهم يلا سير دابا نومتي. يلا سير ماكدونالدز. بونجور. وي بونجور. عاوتاني جيت عندك مره اخرى تعطيني لا كوموند ديال الطوموبيل اللي قبل مني. عاوتاني اسموتي بالضحك. هاد النهار من شنجة لا عرفتي شناهي غتموتي بالضحك. ياك يلاه حنا جايين. نار المعده كترعد. لا لا المعده كترعد هما قدام. ولكن هذا كان عندك شي معلم والبينه ما مغديش. هذا باين غياخذ شي كافي ولا شي حاجه. لا خويا ما تقولهاش. لا لا غتكون شي حاجه ديال الماكله. سنا الجو وليت سنا الجو ياك. المهم انا راه هادشي اللي قدامي دابا هادشي اللي خدات راه الايدين كيترعدوا باش ناكلوا واخا هو ماشي. المهم نقولوش ليكم دخلوا الفيديو ديالو باش تعرفوا شنو خدات هي. دابا نوينيه والله الا بعد البنت ماتت علينا بزاف. قالت لينا عاوتاني والله حتى زوين. قالت لينا عاوتاني لحق جينا عندها دوك من شحال هذه وانا باغي ندير هذا التشالنج تاع انا. وسبحان الله ملي كنت في تركيا كنقول غنجي المغرب غنديرو انا واميمه ولا انا وناده. وصافي يلاه كتابت ندير. الله معنا يلاه معنا بسم الله. ما عرفتش خيخرج هذا العجب. تعطيني عاوتاني انا نقرا عليك. لا واخا تقراي ما تقوليش لينا حتى ندوزو تنشوف. سير غادي نبقى نضحك من بعيد. الصدمه القويه. المهم هي قالت لي المشكله هي انها فك الجوع. هادي المشكله في المود ديال الجوع. قالت لك مع الناس يخرج لي. اما راكم شفتوا شي واحد كينسى ما يفطرش؟ هي انا نسيت ما فطرتش. وفي اختي بس تفطر نسيت ما فطرتش. ها ياك دابا هي نوبتها نشوفو زهرها شنو يخرج ليها. اختي المعده كترعد. الله شفتك.
صافا تقولي كامل ما يكفيش ياك ما تقوليش ما تقوليش انت تسمعونا انت تتبعين خاصك تعطيني غير انا نشوف ما غاديش نعطيكم تيك انا خصني نشوفه لا ما نضحك عليكم علاش هكا علاش ما خصكش نعطيك تيك هذا هو تشالنج بلاك ياخذوا التيك لا غير هو نورمال ما خصكش تاخذي تيك صافا علاش تخديتي صراحه مزيانه هذه الفكره ولكن سيد خاصنا شنو نقولوا اللي غتافونسي عندها غتعطيك لا كومونت ديالك صافا مزيانه لا صراحة خاصة خد ديالي تاخدو كيما هو هادي كيما هو كرا ما يزوجش صاف شكرا هذاك هو المهم انه ما يعجبهاش هذا الشيء اللي ضربوا دورة اخرى بصح الحيد باي 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 شكرا تهلاي فراسك عرفتني ما شافتنيش في الاول قلت لك تال تاني هاد حنا تاسي قلت لي هادي تي هلا خديتي تشوفي مازال كيحط لي عندك ثلاثه ديال اللعيبات سعداتك انا بقيت بلا والو ما غادي تدوق حتى واحد انا مسكينه يا بسم الله شت سيد مشى ديالنا سلام عليكم حقول قالت لي خاصك انت ما تقوليش لهم المهم انا قشات ولي 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 البراح اش غتاكل اليوم والله اختي تشهيتو البارح شفتو ولدك ياكل بداك الماركه الصغير تشهيتو قلت لهم صافي راه ناخذ البارقه ديال الدراري صغار ها هو سبحان الله المهم باقي انا ما شفت شنو كاين انا كندير التسلل كنلوح عين شكرا شكرا الله يعطيك الصحه اه دابا كثر عذره وتاكل اه دابا انتما كاينين وي ديال الحوايج واي واي دابا غنمشيو للستاسيوني ونجلسو ونوريو نجلسو هنايا يلاه خليكم معانا حتى تستاسيوني هنايا يا ربي خليتي الله ها هو انا مزيانه حنا يلاه خرجنا دابا غادي ندخلو لماكدو نشوفو شنو لقيت وشنو غادي ناكل بالي هادشي ثقيل وفيه ثلاثه ديال الحاجات كنتمنى يكون ماكله بيان سور غتكون ماكله باينه من هادي باينه ماكله يلا معانا مهم دابا غادي نقلبوا هادشي بسم الله يلا كلوا معايا ولي ولي هادي الدراري تاع هاكي تشهيتو البارح كان كياكلوا ولدها عطاوني لعبه لعبه والفريت نشوفو يلا واحد لي بواسون اللي غيكونوا يلا قول واحد جوج ثلاثه تا هو نفسو ها انت ها السيد اصلا مشى راجل بوحدو يعني غادي بين الولاد يلا واحد جوج ثلاثه نعطيكم البنات ندوقكم وقال البنت قالت لينا غادي تضحكوا اختي ضحكت ضحكت هي اللعبه اللي عطاوك تمايا كاينين تحت مهم هادو كلهم نفسهم واللعبه اللعبه قالت لك وخا لي بواسون حتى ما غتبقيش لي بواسون عصير عصير الليمون لل صافي اطفال والله تصبر اخبارك بنات سير اختي ضربي القلا ضربي داكشي على قلبك المهم تدخلوا عندها وتشوفوا داكشي اللي جا وانت سيري خذي لك شي حاجه انا ما نذوق حتى واحد المهم ما باش نكون معاكم يلا يقدوها يقدوك اصلا
فكان هذا هو الفيديو دي اليوم، كنتمنى انه يكون عجبكم. صراحة تحدي زوين، حنا حاولنا نديرو غير وجبة واحدة لحقاش ديجا كنا مشغولين، نتوما عارفيني كنوجد ان شاء الله العيد ميلادي، دونك ما كانش عندنا الوقت الا كتاب ان شاء الله علاش لا ما نديروش النهار كامل. فكنتمنى ان التحدي يكون عجبكم، ضروري تدخلوا لاشين ديال هناء، نخلي عليكم في صندوق الوصف وتشوفوا اشنو طلع ليها هي في المنيو، راه غادي تموتوا عليها بالضحك. انا تبرعت وهي تحقرت. يلا كنبغيكم بزاف.